عندكم ايه الستيرنج؟ وفي ناس كتير بتسال ايه العلاقه ما بينه وما بين السسبنشن. الستيرنج ببساطه طبعا هو المسؤول عن ان انا اغير الروت بتاع العربيه اتجاه العربيه، تمام؟ ده المعنى الجنرال. بس طبعا كمعنى ان انت درايفر او معنى ان انت فاهم اكتر في السواقه وانت بتعمل ايه، الحقيقي هو اللي بيخليك تتحكم اوفر اول في هندله العربيه كامله في الملفات. طبعا في الملفات اكيد اكتر من الستريت لاينز يعني. هو سيستم يعتبر سيستم لذيذ، مش سيستم معقد قوي. بيحتاج بس ان انت تكون فاهم الماشين ديزاين عشان تديزاين حاجه اسمها الستيرنج بوكس او عند الستيرنج نفسها اللي هي مسؤوله عن نقل الحركه، وتبقى فاهم شويه في اللينكات والميكانيزم. الحاجات كلها مش محتاج تبقى واخدها كليه، لا انت محتاج بس يعني تبقى بتسرش عليها. والسوفت وير تقريبا اللي بنستخدمه قوي وهيبقى هو كفيل معاك جدا بكل حاجه هيبقى السوليد وركس. فده بيبقى الناس اللي بتحب عايزه تبدا في مجال العربيات تخش فيه، السيستم ده بيبقى جميل جدا يعني، بيدي انتروداكشن جميل عن الموضوع. هنتكلم بس عن ايه النهارده او الاوت تايم بتاعنا ايه؟ ايه هو الستيرنج؟ ايه انواع الفورسز اللي فرق ما بينها في الستيرنج العربيات الكوميرشال والعربيات اللي احنا بنعملها؟ ايه انواع الستيرنج عموما؟ حاجه اسمها الاكل من انجل، الكومبوننتس اللي بتبقى موجوده في السيستم، والكالكوليشنز اللي انا بعملها عشان اقدر اطلع سيستم مظبوط، الماتيريال بتاعتي بختار الماتيريالز على اساس ايه، والستيرنج بوكس ديزاين والفيكسيشن، واخر حاجه ديزاين فور مانيفاكتشرنج واسمبلي. ماشي. اول حاجه هتكلم عليها قلناها في السسبنشن، بس بما ان في ناس جديده النهارده هنتكلم عليها برضه. عايز ابقى فاهم، في ناس كتير قوي داخله المجال بتاع مسابقه العربيه ده بالذات ومش عارف العربيات الحقيقيه فيها ايه، يعني ما بينزلش كده او مع الميكانيكي بتاعه بيشوف الدنيا فيها ايه. فاحنا هنبسط كده بالصوره دي الدنيا بتحصل ايه ورا الكاوتش في العربيه. هنا طبعا ده منظر عربيه حقيقيه، هنفهم كل حاجه من دول ايه. تعالوا كده واحده واحده نتكلم عن ايه ده. حد عنده فكره ايه ده؟ جس حتى؟ ماشي. ده حاجه اسمها الكوبلن او الدرايف شافت. عندنا في العربيه قدام بيبقى فيه الموتور، لما بفتح الكابوت كده بلاقي قدامي الموتور. طب الموتور ده انا كمهندس كل اللي اعرفه ان هو بلاك بوكس بيحصل فيه اي كان بقى ديزل بيطلع انرجي او ايا كان الميثود اللي بتطلع، بس في الاخر عندي شط بيلفت، صح كده؟ حد عنده اعتراض على دي؟ اهم حاجه يا شباب انا عايز يعني اسئله، اللي فعلا مش فاهم حاجه يقول وهنوضح لكم الدنيا كلها باذن الله. بعدها انا الشط اللي خارج من الموتور ده مش كفيل يتحرك العربيه، فبوصله في حاجه اسمها الجير بوكس. الجير بوكس مجموعه من التروس هي اللي بتتحكم في اللي هو انا بشوفها في السواق الفتيس على حسب انا عايز امشي على انهي سرعه، سواء اوتوماتيك سواء مانيوال او تيب. بعد بقى الجير بوكس يبقى طالع منه اكسين. الاكسين دول يعني نسمع عن حاجه اسمها عربيه دفع عمالي. دفع عمالي يعني الموتور الاكس بتاعه متوصل للعجلتين اللي قدام. فالاكسين دول رايحين على فين؟ على العجلتين اللي قدام. طب هما ليه مش اكسين عدلين؟ احنا عارفين ان العجله اللي قدام فيها ستيرنج انجل بتلف يمين وشمال، صح؟ فازاي لو انا موتور طالع سوليد كده وبيلف اوصله بعجله بتلف يمين وشمال؟ عشان كده بنستخدم الكوبلن ده. الكوبلن ده بيبقى عباره عن حاجه فيها راسين، الراسين دي بول جوينتس، بول بيرنجز فيها اللي هي الثلاثه ديجري اوف فريدم، فبتسمح ان مهما كان الدايركشن تنقل الروتيشن حوالين الكوبل للعجله اليمين والعجله الشمال. فده بنعتبره الدرايف شافت. حد عنده مشكله فيه او مش فاهمه؟ تمام. تاني سيستم هنا هو السسبنشن بتاع العربيه. دي المقصات، ده نوع اسمه الماك بيرسون سسبنشن، ده المقص اللي تحت، وده الدمبر او السوسته بتاعتي. دي بتبقى مسؤوله طبعا باختصار شديد عشان ما نرجعش السيشنز اللي فاتت، الحركه بتاعت الماس بتاعت العربيه لو هي مش موجوده العربيه كلها هتبقى بتتعامل كسوليد بارت، بتطلع مع بعض وبتنزل مع بعض، فكسواق مش هتكون مرتاح. لو زلطه صغيره خبطتها هتخبط في ظهرك على طول، لان جسمك كله هيتحرك معاه. فالسسبنشن ما هو الا شوك ابزوربر بيمتص الصدمات دي ويخففها على السواق فوق. طبعا غير استخداماته الثانيه على مستوى العربيه يعني. كده قلنا ده وده. طبعا البريكس اللي ورا اللي هو الكاليبر بتاع الفرامل اللي بيمسك على الطنبوره اللي زي ما بيقولوا اللي هي دي. واخيرا الستيرنج سيستم بتاعي. ده الستيرنج سيستم بيبقى ده منظره. الشافت ده بيبقى مكمل للدريكسيون اللي قاعد جوه الكوكبيت او السواق. حد عنده اي سؤال هنا؟ ده الستيرنج سيستم. اللي تحت اللي فيها دي ده كوبلن. كوبلن درايف شافت. الستيرنج ده اسمه خصوص كاترا. كل حاجه وليها كل مقص. ده اي ارم مقص كده يعني. انا عارف الاي ارم، بس هو الكوبلن ده كان معاه في السسبنشن
لا ما كانش اصلا معانا احنا كهربا. الكوبلين ده حاجه خارجه من موتور الدرايف شافت. احنا عندنا الموتور كان عامل ازاي؟ هو العجله نفسه. هو المقص بيعمل ايه؟ المقص انت حطيت السسبنشن؟ لا حطيت شغل واحد. المقص ده بص هو الفكره كلها باختصار، انا دلوقتي العجله مش كونكتد دايركت بالشاسيه، مش ممسوكه بيه، هي كونكتد بالمساعد. طب انا لو ما حطيتش المقص ده العجله دي هتبقى بتعمل ازاي؟ بتلق صح؟ فبعمل لها جوينت، هي متوصله هنا بجوينت بتلف حواليها، فبيخلي العجله تطلع وتنزل حواليها. ده الاكسس اوف روتيشن، هو المقص متوصل بالكاوتش والفورس طالعه نازله حوالين المساعد. ده باختصار شديد ده منظر للحقيقه، مش باين خالص طبعا، يعني هحاول اما ابعت لكم البرزنتيشن الموضوع يبقى اوضح شويه، بس ده شكل صور العربيه من تحت. طيب من اول هنا بقى عمرو هيبدا معانا كده يديفاين السيستم بتاعنا. و عمرو عاطف اتفضل. الشباب دلوقتي الستريم سيستم ده عباره عن ان احنا دلوقتي احنا العربيه دلوقتي لو هي ماشيه على اربع عجلات هي ماشيه طوالي. انا دلوقتي عايز اخش كورنر، عايز يعني اركب العربيه، فهو الحاجه الوحيده اللي اقدر اعمل بيها كده هو الستريم سيستم بتاعي. هو يعني هو بيتكون من يعني حاجات كومبوننتس قليله يعتبر بالنسبه للسيستم زي في العربيات، في السيستم في العربيات الثانيه، بس في نفس الوقت بيؤدي مهمه يعني كبيره بالنسبه للحاجات دي. يعني مثلا هو بيتكون مثلا دلوقتي في حاجه اسمها اللي هو يعني زي الستريم ويل مثلا، ده هو الحاجه اللي بتتحكم بيها السواق، بتنقلها عن طريق اللي هو الدرايفنج كولوم اللي هو القصه اللي هنا دوت كده. تمام هو مش هينزل طبعا على في حاجه هنا بتبقى الستريم بوكس. تمام هي التراك هنا انا طبعا مش هنزل بالدرايفنج شافت كده طوالي كده من الستيرنج على الستريم بوكس. فانا دلوقتي بحتاج حتى اعمل حاجه زي ريفرس جوينت او حاجه زي كده فتنقل الحركه. يعني لو الشاف مثلا نازل العدل طوالي ده تمام مش محتاج ان ريفرس جوينت، بس انا في معظم الوقت المساحه مش هتبقى كافيه ان انا اخد شافت بالطول ده كله نازل بالانجل دي لحد الستيرنج بوكس. فانا بضطر مثلا احط حاجه زي ريفرس جوينت ان مثلا الستيرنج كل ما اعمل له بانجل كده بحيث ان نفس الوقت انا الروتيشن موشن بس مش يعني مش في لينير، مش شكل لينير. هي دي هتتشال اكتر قدام، يعني تفصيل اللينكس دي هنشرحها بالتفصيل كومبوننت كومبوننت، بس هو حاليا انت ديفينيشن بس ايه هو الستير. طب تمام احنا نخش نشوف شكل احسن عشان انت فاهمين قصدي الفكره نفسها ولا يعني ايه بالظبط؟ طب تمام احنا دلوقتي العجل احنا دلوقتي عايز مش طوالي كده. تمام انا ازاي اغير الانجل بتاعته يمين وشمال؟ عن طريق الستيرنج ويل مثلا. تمام فالستيرنج ويل دي انا حركتها ازاي الحركه دي للعجله تحت؟ فانا بوصل انت في حاجه اسمها درايف شافت دوت او الستيرنج كولوم بيتوصل بالستيرنج، فانا بحركه يمين وشمال زي ما انت شايفه كده، فبيبقى ماسك الفليكس مود اللي هو هيبقى هنا. احنا مش فاهمين السيستم دوت بس احنا بنشتغل حاجه اسمها ريكامبينيون، هي بنفس الفكره ان هو بحرك الستيرنج بيتوصل بالشافت بتاعت دوت. في نفس الوقت لما حركنا يمين هيلف يروح يزق العجله من جنب معين من جنب كده فايه يديني الانجل اللي انا عايزه. تمام كده؟ هو المتوصل تحت اللي هو الستيرنج بوكس صح؟ لا هو يعني ده جي اي اف، ما هو الفكره ان ده مش حقيقي، ده جي اي اف لسه هنشوف التفسير اكتر لسه شايفين السيستم نفسه عامل ازاي. طب دلوقتي احنا عندنا في دلوقتي الفرصه اللي حرك بيها الستيرنج بتاعي ممكن في ثلاث انواع، في حاجه اسمها مانوال والكتريك وباور. طب ايه الفرق بينهم؟ المانوال يعني مثلا انا الفورس اللي انا بزق بيها العجل هي الفورس بتاعتي انا، يعني انا لما بزق الستيرنج الفورس بتتنقل نفس الفورس بتاعتي زي ما هي. في نوع تاني مثلا اللي هو الكتريك، يعني مثلا انا ببقى موصل الستيرنج بموتور صغير كده بورم جير. لو حد يعرف تقريبا موجود هنا ايوه هنا اهو. تمام ده موتور متوصل بالشافت اللي هو موصل بالستيرنج. تمام فانا لما بحرك ففي سنسور كبير انا لفيت كام ديجري مثلا معينه. تمام فبالتالي بدي مثلا سيجنال للموتور يتحرك يعني موشن معينه يعني تحرك ديجري معينه برضه. فانا جاي انا ما عملتش مجهود يعني دلوقتي انا ممكن احرك التكسير كله اسبوع واحد لان اللي بيقوم بالمهمه دي هو الموتور. تمام كده في تاني نوع عندنا اللي هو دلوقتي تاني نوع اللي هو الباور، يعني نوع مثلا ان هو انا بحرك التكسير فاللي بيدي الحركه اللي هو الهيدروليكس ان انا في ستيرنج بوكس يبقى جواه ضغط زيت. تمام في مجال لدخول الزيت من اليمين والشمال زي مثلا الصوره كده مثلا كده مثلا انا بحرك الدركسيون من فوق. تمام في ضغط زيت هنا عندي. تمام انا بحرك مثلا الستيرنج كولوم فيحرك الراك معين يحرك يسحب الراك بوابات
فبالتالي يجي ضغط زيت يخش هنا فيروح زي مين يزق ابن الشاف دوت يمين فبالتالي العجله تروح مين يمين او انا وديته الناحيه الثانيه فيفتح لي الفالف الناحيه الثانيه هنا الموفمنت بتاعت الزيت يقدر يساعد كده ايوه بالظبط كده ان انا بس برده جزء قليل عن طريق اللي هو زي باسكال كده ممكن ان هو الضغط بعمل فورس ليه بس مكان معين اثنين بتحاول هنا تحت تمام كده تمام في فيديو صغير كده انا بوضح لكم الموضوع شويه ده كده الفيديو ده اساسه اصلا بيشرح الالكتريك سيستم هو هيلم كده كده حاجه يعني بيتكلم ان ازاي العربيه لما بتخش في ملف بتبيهيف ازاي هنبدا بقى نركز كام كونسبت كده هو هيشرحهم اول حاجه وقف ثواني كده هنا ده اقرب شويه للسيستم بتاعنا بيبقى الحقيقي عامل ازاي ده الستيرنج طبعا ده الستيرنج ويل سواء قاعد هنا ايا كان الستيرنج كولوم وده بقى الفكره كلها ان انا بزق ازاي برضه ككونسبت اعتبر ان العجله دي انا مش بزقها من النص انا بزقها من الكتف فلما ازق العجله من الكتف ايه اللي هيحصل؟ تلف كده وتلف كده خلاص؟ طب انا بزقها ده لينير ولا روتيشنال موشن؟ لينير بزق تمام؟ فانا لينير طب ازاي وانا قاعد في الكوكبيت بلف روتيشنال هو ده الميكانيزم ان انا قاعد بلف الترس ده فالترس ده لما بلفه بيحرك حاجه اسمها راك لينير فانا بلف روتيشنال تتحرك الحركه اللينير لحد ما يروح يزق الكتف بتاع العجله فتبدا تتحرك يمين وشمال ده كونسبت زي الكونكتنج رود كده كونكتنج رود هو مش كونكتنج رود ده اسمه ده لينك ده اسمه حاجه اسمها كامبينيون ميكانيزم يعني كونكتنج رود ده مش ميكانيزم تمام هنا ده طبعا كابتن الالكتريك حاطط الموتور الموتور ده اللي هو ببساطه زي ما عمرو قال كده كل اللي بيعمله هو بيبقى يعني هو الموضوع بيبقى البروسيسنج بيوصل لدرجه 3 و4 ملي سكندز فاحنا ما بنحسش بيها كناس بتسوق بس هو كل اللي بيعمله فعلا انت بتلف هو بيقرا انت لفيت حوالي بقد ايه وبيترجم لك الكلام ده في السيستم بتاعك فانت ما بتحسش ان من كتر البروسيسنج ان هو حوالي بيحصل في 3 و5 ملي سكند فانت ما بتحسش ان في لاج ان هو لسه بيفهم ويترجم والكلام ده كله طيب هنعتبر ان العربيه هتلف اول كونسبت عايزين نتكلم عليه دلوقتي سريعا كده ان العجل لما يلف طبيعي انا العربيه بتلف اي حاجه بتلف بتلف حوالين ايه؟ حوالين سنتر لو انا عندي العربيه كده وانا بلف حوالين السنتر ده والعجله دي مالت كده لو العجلتين دول مالوا بنفس الانجل يعني عملت روتيشن والعجله دي مالت 20 درجه ودي 20 درجه هاجي عند السنتر ده واعمل خط كده واجي عند السنتر ده واعمل خط كده مش الاثنين مايلين ب 20 طبيعي الخطين دول يكونوا ايه؟ بارلل عموما يتقابلوا مستحيل فده هيحصل ايه؟ ان العربيه هتلف ازاي؟ لو العربيه بالديزاين ده اللي هيحصل العربيه لما تيجي تلف هتعمل كده مش هتلف ابدا حوالين سنتر فايه اللي بيحصل؟ ان انا هنعرف حاجه بعدين اسمها الاكريمن او على اساسها بظبط الحاجه دي لما بلف العجله اللي جوه بتلف بانجل اكبر من العجله اللي بره بحيث ان دي لما تلف تبقى رايحه على البوينت دي بحيث ان الثلاثه دول يتقابلوا في نفس السنتر لما اعمل كده كده انا حققت ان العربيه بتاعتي تقدر تلف حوالين سنتر واحد فده اول معلومه احب اعرفها ان العجله اللي جوه دايما يبقى الانجل بتاعتها اكبر بقد ايه هو ده اللي هنعرفه
احنا كل ده انتدكشن، كل حاجه هنخش فيها بتفصيلها دلوقتي. هيبدا بقى يعني للاسف مفيش صوت، فطبعا ايه الباقي كله ما عارف. تمام، ده الفرق يعني، ده شويه ده برضه انتدكشن برضه عن الفرق بين الباور ستيرنج اللي هو الهيدروليك والالكتريك. تمام، يعني دي حاجه برضه ممكن يعني انتدكشن اللي مش فاكرها دلوقتي مش هنستخدمها. كل اللي هنستخدمه عندنا في الستيرنج سيستم هيكون مانيوال، ان احنا ما عندناش طبعا فين نجيب الحاجات دي كلها، وكمان هتبقى وزن على الفاضي، وهو الموضوع اصلا ان العربيه كلها وزنها بتاع 250 كيلو، فمش محتاجين ان يبقى في فرصه جامده على السواق ان هو يتحكم فيها. فاحنا طبعا هنشتغل في الاخر بالمانوال. طبعا هنا عندنا ثلاث انواع للستيرنج سيستم، في حاجه اسمها الليفر ارم والريكامبينيون والدراج ليفر. دول اشهر ثلاثه، وفي انواع كتيره جدا، بس دول اكتر ثلاثه الناس يعني بيستخدمهم في المسابقات عامه. تمام، احنا حاليا هنفضل ان احنا نستخدم بالريكامبينيون، ان هو يعني عباره عن يعني اسهلهم، ويعني اسهلهم في الديزاين، وكمان اخفهم في الوزن، وكمان رخيص، فيعني في ادفانتجز كتير عن بقيه السيستمز الثانيه. تمام، في فيديو ثاني ده الدرجلينج. تمام كده، ان هو بيتحرك ان هو عطيه ان انا بحرك الستيم كله من فوق خالص كده، فبين الحركه بشكل اللي عن طريق الدرج هنا دوت والدرج دوت، فبين الزق من الكنكه ديت هنا من الكتف دوت بتاع العجله يزقها يمين او شمال، فده يتحرك معاك كده من فوق العجله. لو زقها زقت مثلا وهي بالتالي زقت ثانيه في الانجل بتاعتها، ده ايه العيب بتاعه مثلا؟ يعني ايه اللي يخلينا ما نستخدمش سيستم زي ده؟ بالظبط ليه؟ شايفين الرد اللينك الطويل ما بينهم عامل ازاي؟ وطبعا بيبقى عليه ستريس، ستريس عالي. لما باجي اعمل ستريس اناليسيس بكتشف ان هو ستريس عالي، فده طبيعي لازم هيكون حاجه حديد، فحديد بالحجم ده هتودي هتزود وزن العربيه، وبلس ان انا كل السيستم ده بزقه من منطقه واحده بس، فانتوا متخيلين كميه الاستريسز اللي على الكتف ده؟ فاحنا مش مصنع، احنا مش مرسيدس عشان نقدر نجيب ماتيريال معينه نختارها، لا انت بتشتغل معظم شغلك بحديد والومنيوم، الريسك اللي بيتحط في سيستم زي ده بيبقى كبير، فحقيقي بيبقى ديفكت، مش بيبقى حتى لو بيحقق التوسك. وانا شايفه لما بتحرك العجله دي شايفه العجلتين دول على اكس روتيشن من هنا، حلو كده؟ ومتوصلين بلينك، فانت لو لفتي واحده الثانيه هتلف، صح كده؟ لو عملت كده الاثنين هيلفوا، متخيل لحد هنا؟ فانا بزقها من الكتف ده، فلما بزق دي بزق الجنب اللي هناك، فدي بتتنفس، فكل ده بيلف كده. طب لما بتزقها الناحيه الثانيه وهكذا. هما كده بيلفوا بانجل واحد. ايه؟ ما كده بيلفوا بانجل واحد. لا هتفهم بعدين حوار بيلفوا بانجل واحده دي، لا هما مش بيلفوا بانجل واحده. لما نشرح الاكفامن هتعرف الفرق. هما الاثنين هيبانوا سيم، بس هتلاقي الفرق حته بسيطه. حد خد فيكم كاينماتكس؟ يعرف حاجه اسمها فول باور ميكانيزم؟ هنشرحها. خش على ده السيستم الثاني اللي كان على الشمال، ده كان الليفر. كان الليفر ده برضه هيبقى برضه لحد بص عليه برضه، يعني ممكن هيشوف العيب اللي فيه برضه، اللي ظاهر فيه جدا فيه برضه نفس الفكره، ان هو برضه فيه ماتيريال كومبوننتس كتير بتتركب هنا، في برضه مشاكل في الكوست والديزاين بتاعه، عايزين يعني ادفانسد شويه، فاحنا في غنى عن كل ده. فاحنا والبوكس ده كمان، البوكس ده طبعا من المشاكل، البوكس ده كديزاين انت عايز تعمل بوكس زي ده، الباكلاش فيه بيبقى انت عايز تعمل بوكس حرفيا كل حركه تترجم كموفمنت، فلو في اي باكلاش اي عيب في الصناعه، احنا بنتعلم في تولرنس 1 مللي و2 مللي، لما يحصل مشكله في اي تولرنس هنا السيستم ده كله هيبقى يعني ملوش لازمه حرفيا، مش هيأدي الغرض بتاعه، فدي حاجات كلها هتبقى اصعب في الديزاين. حبيبنا بقى وجميل خالص واللي هو لذيذ وهتلف تلف وهتحاول تفكر تطور وهترجع له في الاخر، هو الريكامبينيون. ده الاسهل بقى، ليه بقى؟ يعني حتى لو حد بص عليه كده دلوقتي هيبقى يعني بنقارن باللي شفناهم قبل كده. بص مثلا هنا الكومبوننتس يعني تقريبا معدوده، يعني هو بس الراك اللي هو دوت، وده اللي هو البينيون راك اللي هو نظام السلكن بينيون، لو حد كان خده في كورس انجينيرنج تقريبا. تمام، ف وفي حاجه اسمها بس التايرود متوصل بالعجله على طول، والراك ده نفس الفكره في الناحيه الثانيه من العجله، فهو يعني ده بس معظم الكومبوننتس بتاعته. حد مش متخيل ايه هو الراك؟ طب ببساطه عارفين ايه هم؟ مثلا لو انا جبت ترسين بيلفوا على بعض، ترسين بيبقوا ازاي؟ تو سيركلز بالمنظر ده كده. تمام؟ نتخيل فلما ده بيلف، ده بيلف عكسه. طب ما نتخيل كده نفرد ده كده نمسكه ونروح شادينه كده. بدل ما هو في سيركل بقى السنان بتاعته عامله كده. ايه اللي هيحصل لما ده زقه؟ ده هيقوم يمين ومش يمين. حد مش متخيل الكونسبت؟ تمام.
ده يبقى بيجي برده يشرح الموضوع شويه. اللي كان بيتكلم على ايه بقى الفرق ما بين الاكرمن او اللي هي ليه ده بيلف اكتر من ده. بص على الفيديو هنا طبعا. ده الفور جارد اول واحد وده الاكمل. بص عامل ازاي، شوف الفرق. ده فالد دول نايلين وده سيستم تاني اسمه دافيس، مش بنرجع له قوي برضه. هنثبت لينك من الاربعه بس من فور جارد ميكانيزم، هنثبت منهم لينك. في لينك دايما ثابت ما بيتحركش، ودول جوينتس تو لينكس فالد، وده التيار بيتحرك. فلما اجي اعمل له موشن ده على العجله هنلاقي ان دايما مع بعض العجلتين فايل لبعض. هو بالظبط، هو ده احنا مش بنستخدمه، احنا لازم نبقى في الانواع الموجوده بس. وعامة مفيش حاجة ما بتتعملش، يعني برضه حط كونسيبت مفيش حاجة غلط. في ناس بتستخدم ده بس هو اكيد مش عامله المسابقه، عامله ليه اهداف ثانيه بقى. لا. على حسب التارجت. انت زي ما قلت قبل كده العربيه بعملها لسبب، انا رايح اعمل بيها ايه؟ يعني عربيه هنزلها الناس في الشارع، عربيه اخش بيها سباق. فعشان كده كل عربيه على حسب انت التارجت بتاعتك ايه؟ تستخدم السيستم الصالح. هو لو في صوت الموضوع هيبقى اكتر بكتير انا عارف، بس يعني هو راجل بطيء جدا. هنا بيقول ان انا التارجت، لا لا مش هي، التارجت ان انا الف حوالين سيركل. فلازم ان عندي العجله الاوتر والانر والعجلتين اللي ورا يصوروا على نفس السيركل بتاعتي. وهو ده الريديوس اللي انا وانا بديزاين باجي في رول بوك كده بيقول لي ان انا عايز العربيه اللي انت هتعملها المينيمم ريديوس اللي تلف حواليه مثلا 3 متر، ان العربيه دي تلف حوالين 3 متر. ده بارامتر من البارامترز اللي انت بتسجلها عندك. تمام؟ تيرنينج ريديوس 3 متر. يعني انت لو العربيه جبت الاكس على الاخر ولفيت تبقى على بعد من مكانك الاصلي 6 متر. الاكمن بقى الفول باستر بي اللينك بيبقى واخد انجل معين كام هنعرفه، بس هو دايما لازم يبقى واخد انجل. الانجل دي بتساعد على ايه؟ بتساعد بعدين هنعرف ان تخلي العجله اللي انا بلف حواليها تاخد انجل اكبر من العجله الثانيه. تمام، وقف كده. قبل ما يشرح الحته دي لو خدتوا بالكم ان هو عشان يجيب الانجل دي، احنا عندنا في العربيه واحنا بنديزاين العربيه بيبقى ليها حاجه اسمها تراك ويد اللي هو البعد ما بين سنتر العجلتين، وحاجه اسمها الويل بيز البعد ما بين العجلتين دول طول وعرض يعني من الاخر. تمام، فهو عشان يحسب الاكل من الانجل دي يطلعها صح عمل ايه؟ خد بوينت من هنا لحد السنتر بتاع ور وبقت هي في الاتجاه بتاعها. طيب انا احسبها ازاي؟ حد يقولها لي كده. احسب ايه بالظبط؟ الانجل اللي هي عايز بقى نحسب انهي طول؟ ايه؟ نحسب انهي طول؟ هقول لك دلوقتي. شفت التاني الطول على نص العرض. ده مثلا نص في وده دبليو او ويل بيس، فهتبقى هي تان بالظبط السكيلينج. ده العجله لما انا ببقى داخل على الملف يبقى في حاجه اسمها لونجيتيودنال فيلوستي واللاترال فيلوستي. تمام، لو اللاترال فيلوستي واللونجيتيودنال فيلوستي مش على نفس الخط، يعني العجله مايله كده واللونجيتيودنال ورا واللاترال كده، ايه اللي هيحصل؟ العجله هتسحب. ليه؟ لان فورس ورا ما بقتش زي فورس قدام،
فاللي هيحصل السكيدنج ده، السكيدنج ده يعني انت بتبقى داخل على ملف بتجري وبتلف وتلاقي العربيه ما لفتش، العربيه كملت سحب، هو ده السكيدنج. فايه ده طبعا بيبقى ليه علاقه بحاجتين، علاقه فورسز الفريكشن ما بينك وما بين الارض ده فاكتور، وفي فاكتور ثاني بيبقى في الديزاين الاكربي، بما انك بتلف حوالين سنتر هيخلي العربيه كلها تلف معاك، انما البارالل لا هو اصلا ما بيلفش حوالين حاجه فيخليها تعمل زي اللي هناك ده، بيبقى جزء منه كبير سكيدنج، العربيه بتزحف وتلف تزحف وتلف. وده لان الكونتينيوس سنتر اللي بتلف حواليه. بس لحد هنا هنخش الدايفز بودي الكومبوننتس فقط. دلوقتي احنا السيستم بتاعنا دلوقتي مش فيه كده، دي الكومبوننتس بتاعته. اول حاجه عندنا اللي هي الستيرنج بير اللي هو السبب بيتحكم فيها من السيستم كله، تمام. تاني حاجه عندنا اللي هو الستيرنج كولوم اللي هو خارج من الستيرنج ويل، ده متوصل على طول في البينيون اللي هو بيحرك الراك يعني مع بعض، يعني هو الستيرنج ده هيلف، فبالتالي البينيون ده اللي هو الجير الصغير دوت هيلف معاه، فلما ده يتحرك على الراك الراك ده يروح ايه يمين وشمال، فلما ده يروح يمين هيزق كل ده بالتالي، فهيزق العجله من الكتف دوت، تمام. فالعجله دي تروح ايه يمين وشمال حسب ما انا حددتها. والجزء ده اسمه بنسميه اللي هو الرود اند، ده تاي رود تري، ويبقى فيه هنا زي جوينت بنسميه رود اند اللي هو الجوينت اللي هيوصل بين اللينك دوت والراك، ان الاثنين دول مش فيه مش ايه مش على نفس اللاين، فلما ده يروح يمين وشمال فده مستحيل يبقى الجوينت. لو راح ندوفه بعد مثلا انا هاجي ازق فجاه ما استفدتش حاجه، ان ده كده المفروض ان هو بانجل مختلف، ده انجل مختلف عن ده، تمام. تاني حاجه عندنا اللي هو الابرايت اللي هو الجزء اللي متوصل بالديد اكس دوت بالعجله، يعني العجله بتلف على الاكس دوت، تمام، في نفس الوقت ماسك فين الابرايت دوت، والابرايت دوت اللي هو الكتف اللي هو طالع دوت، فانا لما بزق الراك بيحرك التايرود، فبالتالي بيحرك مين الكتف اللي هو خارج من الابرايت، لما ده يلف بيخلي العجله تروح يمين مش شمال زي ما انا عايز، تمام كده. حد فاهم ولا؟ هو الابرايت ارم ده وصل بالابرايت هو نفسه هو الرسم نركز بقى في حته كده عشان اللينك ما بين الجي اف اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه والرسمه اللي قدام. الرسمه اللي احنا كنا بنشرحها من شويه مين في دول الفيكسد ومين المتحرك؟ كان ده ايه مثلا؟ الفيكسد ده الفيكسد صح؟ ده الجي اف، وده بنسميه دراج لينك، ده بيبقى جزء هو بيلف طبعا بس هو بيبقى كونكتد في الايه؟ في الابرايت ده، الابرايت ده اللي بيبقى متوصل بالعجل على طول وهو بيلف حوالين سنتر ايا كان هو فين وهو في الدراج لينك. واخر حاجه كان الرد ده، الرد ده كان ايه اللي بيحصل له؟ بيجي كده ويتحرك كده، صح كده؟ طيب في الحقيقه انا عايز احقق السيستم ده، بس انا عندي مشكله ايه؟ ان اللينك اللي بيتحرك اللي مش فيكسد هو اللي متوصل فيه الترس الراك والبنيون. طب انا كواحد بيسوق هل هروح العب في جير بيتحرك يمين وشمال؟ لا، انا عايز ان السيستم بتاعي ده اللي انا عارفه في جزء الماشين ديزاين احنا بنديزاين البوكس يفضل دايما ممسوك وثابت، تمام؟ هحقق المعادله دي ازاي؟ فهبدل اللينك ده بدل ما هو لينك واحد هبدله بثلاث حاجات، ده الفيكسد زي ما هو، وده الدراج لينك زي ما هو، وده الراك بتاعي اللي هو فيكسد هو ممسوك بطريقه ما في الشاسيه بطريقه ما وثابت ما بيعملش حاجه اللينك ده غير ايه؟ يمين وشمال، مش بيتحرك كده وكده، لا يمين وشمال بس. لحد هنا متخيلين؟ طيب هلينك بقى حاجه اسمها التايرود هنا والتايرود هنا. طب الانكها بمسامير بتبقى فيكسد؟ لا، احط لها هنا روتيشنال جوينت وروتيشنال جوينت بنسميها الرود اند او في السوق بيسموها البيضه، تمام. دي بس بتدي فليكسبيليتي ان هو يلف ويتحرك معايا، كل اللي بيعمل الراك ان هو بيزق يمين وبيزق شمال، ودي بقى بتروح بتنقل الحركه هي بقى اللي بتاخد الموشن اللي انا عايز اتجنبها وتروح تزق بيها الدراج لينك. فده الفرق ما بين ده وبين اللي احنا شفناه في الجي اف مجمعين بتاعنا ايه؟ الفيكسد اكشلي مش موجود، بنوفر وزن اللي هو انا مثبت دي كويس ومثبت دي كويس. الفور بار ميكانيزم، شفتي مساحه العربيه؟ مساحه العربيه مش هما بيبقوا اثنين؟ بيبقى في حاجه فيكسد ولا هي متوصله في الارض وبتتحرك كده؟ متوصله في ارض العربيه اللي هو الكبوت، فالارض مش لازم تكون لينك، وانت على فكره ممكن تعمليها لينك بس انا بوفر وزن،
فلي هي كده كده ده متثبت في الشاسيه ده متثبت في الشاسيه فانا اولموست متثبت في الارض ففيكسد فاللي بيتحرك الجزء اللي فوق بس فمش لازم احط اللينك اللي تحت على هيك هو ازاي بوصل ان انا بعمل يعني مثلا دي لاب مش بتلف مع الكوتش ايه مثبت دي ازاي مين مين فيهم دي ده الابرايت ار لا دي دي بتلف مع الكوتش طب لازم تثبتها ازاي عشان اللي هو الجوينت بيلف تخيل انا عايز اثبتها ازاي هتمسكها بجزء من الشاسيه روتيشنال جوينت من هنا روتيشنال جوينت من هنا ده انا كده بسطت لك يعني طبعا مش كده خالص بس هي ابسط الحاجات لو مفيش سسبنشن بتبقى كده همسك الحته اللي فوق دي بمسمار تلف حواليه ومن تحت وهي تبقى تلف حواليك روتيشنال جوينت هنشوف برضه شكلها يعني متخيل ازاي انا قصدي يعني الكوتش اللي فوق ده يعني الكوتش بيلف في ايه دي بتلف معاه دي بتلف اللينك ده فيكسد فيه فهيلف معاه فالكتف ده هيلف طب تعالى نجيبها من هنا بتيجي ازاي الاخ اللي قاعد جوه لف ده يمين الشافت ده لف كله الترس ده لف كله زق ركب لما زق دي زقت دي زقت الكتف ده ودي متثبته حوالين جوينت فالعجله كلها لفت تمام مين تاني كان سؤال بخصوص البيضه اللي انت كنت بتتكلم عليها دي هي تقريبا زيها هجيب لك صورتها حالا وهتشوفها هي هي بتبقى بنيل بتخش في حاجه بتخلي الاند بدل ما هي فيكسد يعني مثلا ممكن عندي ده عايز اثبت فيه حاجه عندي طريقتين يا اما اطلع لا استنى عشان ايه ما في ناس ما مش عايزه يعني هو ما دام وصل للحته دي خلينا نشرحها له فده اليو لو انا مثلا طلع منها يو همسكها فيه كده بقى حته واحده انا مش عايز حته واحده انا عايز يحصل روتيشن فبشيل اليو واحط مكانها البيوت اند دي تبقى مسمار وحته فيها بيه فمش بثبت حاجه نورمال عليها لا ممكن تلف وتديني ديجري اوف فريدم لحد 3 4 6 درجات كويس تمام حاجه في السيستم حد مش مستوعب ايه في سؤال بس يعني هو ده التاير لوك والرود اند مش على نفس الخط او اللاين بتاع البنت التاير لوك استنى عشان ده سؤال حلو التاير لوك والرود اند التاير لوك ايه والراك ولا الرود اند لا واللي هو الراك اللي هو الجير ده على حسب الديزاين انت انيشالي ممكن تبدا ان هي كده في حاجه اسمها في الكاينماتكس اسمها سنجلاريتي او توجل ده بوزيشن انا ما بحبوش بمعنى في دايما وانا بحل انا عارف ان انا لو اديت فورس للسيستم بتاعي الميكانيزم ان انا بعمل ميكانيزم يعني شويه لينكات متوصله ببعض عايز لما احركها تتحرك وابقى متخيل الاند افكتور بيروح فين دايما تمام في حالات اسمها حالات التوجل التوجل دي ان انت مثلا تخيل ان انا عندي تو لينكس كده وبلفهم كده لو وصلوا لده ايه اللي يمنعني ان هم ما يرجعوش تاني يعني ايه اللي هيخليهم ينزلوا تحت غير الانيرشيا ففي بوزيشنز يعني لما توصل للكايناماتكس دي هتعرف ان هي بوزيشنز انا ما بحبش اوصل لها لان عندها بيطلع تو سولوشنز انا ببقى مكمل ان السيستم يمشي في حل معين في سولوشن واحد لما تيجي بوينت فيها تو سولوشنز لو غير السولوشن اللي انا عايزه لواحد تاني السيستم كله فين فما ببداش وانا شددهم لان تخيل بمعنى ببساطه قوي تخيل انت شادد ده وجيت وانت بتزق بدل ما تزق كده زق كده مش طبيعي يعني انت مثلا في حاجه قدامك اهي لينك وجيت زقتها انت متوقع دايما ان هي هتروح كده ولا ممكن تروح كده عادي فانا ابعد دي بوزيشنز معينه اسمها توجل بوزيشنز فيعني لو ممكن ابقى يعني في النص كده في البريك هبقى اجيب لك كام فيديو ليها او كام جي اي اف هتفهم الكونسبت ده فده كونسبت اي واحد بيديزاين حاجه كايناماتيك او حاجه ميكانيزمات بيتجنبها بكل الطرق عشان كده بعمل بس اوفست صغير كده ان انا ضامن دايما لما هزق هيروح في الدايركشن ده مش اللي هو هيفكر ساعتها تخيل وانت بتسوق بدل ما العربيه لفت منك كده لفت منك الناحيه الثانيه وده بتحصل عشان كده بتجنبه بحاجه زي كده لازمته ان هو يدي اتجاه بس هو بينقل فورس بينقل موشن بس هو بقى يتشقلب هو في البلي فهو بيتشقلب ويتحرك عادي انما الستيرنج بوكس ما ينفعش تبقى بتتشقلب لازم تبقى فيكس بس حد عنده سؤال تاني كومبوننت بقى دلوقتي ده الستيرنج ويل اللي احنا كنا قاعدين نسوي امسكه تمام ده هو ده يعني اخر حاجه في السيستم عندنا ان هو عباره عن زي سيركل زي ما انتم شايفين كده بس نثبتها بالستيرنج كولوم اللي انت هتشوفه دلوقتي انت عندك حلين عايز تشتريه جاهز من السوق ممكن تشتريه
وازاي تجيب واحد تحفظ اماكن تثبيتاته او تقيسها وتعمل الستيرنج كولوم عليها، يا اما انت تديزاينه بنفسك. احنا عملنا الاثنين، عايز تديزاينه بنفسك تعمله خشب، تعمله سي ان سي، في خشب مشهور قوي مش فاكر والله ما فاكر كان اسمه ايه يعني، بس هو معروف في الحاجات دي ان هو بيستحمل ستريسز عالي، عايز تعمله من رابر، عايز تعمله اي حاجه، عايز تشتري جاهز بيبقى معمول له ارجونوميك احسن، فده قدامك كيس. تاني حاجه عندنا اللي هو الستيرنج كولوم، صح؟ لا ولا اي حاجه، انت عايز تتكلم عليه اكسيو على الاقل، عايز الزراير اوبشن زراير كاس يعني. بعيد على ايه؟ طيب يعني هيقول لك السبيسيفيكيشنز بالنسبه لها حاجتين. حاجه اول حاجه في الرول بوك بيقول لك مينيمم الدايمتر بتاعها بيبقى 30 سنتي او 25 سنتي، فانت ما تعرفش ديزاين حاجه صغيره بقى ومن هستسكا واعمل ديزاين، لا فدي لازم تعمل حسابك في الديزاين. تاني حاجه الارجونوميك، ده مش انت اللي بتعملها، بتاع الارجونوميكس بيدرس اللي بيحط بيعمل موديل على كتير، بيحط السواق جوه العربيه ويبدا يتست الفيجن بتاعته، ان انا عايز اطمن ان السواق وهو جوه العربيه كاشف الدنيا حواليه، مفيش شاسيه لينك عميق، الدريكسيون ما يبقاش عامل له بلايند سبوت، ودي حاجات يعني انت مش متخيل هي صعبه ازاي. فمن الحاجات اللي هو بيهتم فيها الدريكسيون ان هو يفرغ على قد ما يقدر منه عشان يخلي السواق شايف الطريق قدامه. يعني هاخد الماكسيمم الارجونوميك والمينيمم بيقول له انت حط مينيمم، احنا بنديزاين نمبر 1 كده بنقعد على القهوه عايزين الديزاين نحط ارقام مينيمم، بعد كده بتلاقي الدنيا بتفرط معاك وتكبر وغصب عنك بتكبر، فانت بتحاول ان هي لما تكبر ما تفرطش منك. انما انت تبقى يعني تبقى جن لو انت عملت كل حاجه منه اللي هو مستحيل تعمله. دلوقتي ده الستيرنج كولوم اللي هو بيجي الحركه من الدركسيون للستيرنج بوكس. طبعا احنا بنوصل الدركسيون في الجزء اللي هو السيركل دوت الديسك دوت من هنا، اذا مش كان في اماكن تثبيتات مسامير اللي هي كنت في الستيرنج قدامك اللي فاتت زي مثلا زي كده، او انت بتصممها على حسب اللي انت هتشتريها من بره، ممكن يبقى كده نعملها من ستيب تقريبا وبنوصلها في الحركه من الستيرنج ويل للستيرنج بوكس. تمام. تاني حاجه اللي احنا قلنا عليها اللي هو اليونيفرسال، تاني حاجه اللي هو اليونيفرسال جوينت، زي ما احنا قلنا ان الستيرنج ويل مش دايما تبقى خارج منها الشفت دوت، الستيرنج كله اللي فات ده كده خارج طوالي على الستيرنج بوكس، فده انا المساحه عندي مش جايبه ان انا حتى الستيرنج بوكس تحت كده مثلا تحت هنا والستيرنج ويل فوق ده عند السواق، فانا لو هجيب خط كده مش دايما مش عارف اجيب خط مايل بالانجل دي معينه، فانا بضطر اقسم الستيرنج كله ده اقسمه نصين واركب في النص منهم ايه اليونيفرسال جوينت. زي ما انت شايف كده انا الحته اللي هي الروتيشنال عادي بنقلها، بس في نفس الوقت الستيرنج كولوم مش لينير كده عادي، لا هو واخد مقسوم نصين واخد انجل. بالتوضيح اللي هنا يا جماعه من مشاكل المانيفاكتشرنج ان مش كل اللي انا بديزاينه بقدر اجيبه في الحقيقه باكيرسي عاليه قوي. فانا مثلا لما بكون بديزاين في الديزاين بتاعي اعتاد ان انا احط الدريكسيون بالمنظر ده، بص انا ما بقطعش الارجونوميك اللي كان ماسك بالمنظر ده، وان هو هينزل على طول الستيرنج بوكس محطوطه في مكانها، فاللينك هيدخل في اللينك. تخيل انت جاي تركب تكتشف ان في شيفت 2 مللي، والله ما نص مللي هو مصير يجي في السيشن. فالمهم ايه ال 2 مللي او 3 مللي دي هتخليك تضطر طبعا تقعد تضغط، او يعني لو جت في حاجه صغيره هتعرف تتصرف، بس لو جت في حاجه كبيره مش هتعرف تتصرف. غير زي ما وبوز كده على حسب ديزاين بسيط زي ده ان انت حطيت الستيرنج كولوم بتاعتك وحطيت هنا يونيفرسال جوينت. يونيفرسال جوينت طبعا زي ما اتكلمنا في الكوبلن في الاول خالص ان الموتور مطلع شافت بيلف، فازاي هحطه على العجله بتلف؟ طب ما انا احط له جوينت بحيث ان العجله تتنقل الروتيشنال تتغير اتجاهها وتفضل زي ما هي. فانا لما احط الروتيشنال جوينت دي اتحيت ان انا كسرت الكسره دي، ادي دي اول كسره ودي تاني كسره. وفي الحقيقه في ناس مثلا بتعمل تحط الستيرنج بوكس خالص تحت والدريكسيون فوق وحامل كده 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 والروتيشنال موشن هتتنقل بنفس زي ما هي، بس فده حاجه للتفصيل. مش شايفه مثلا مش حاسه ان اللينك ده هو يعني الاثنين مش على نفس الخط هنا مش باين، هنا مفيش الديزاين ده مفيش، انما في ديزاين العربيه بتاعتنا لو لو في وقت هتشوف كات في الاخر هتبان هتبان قوي. الشيء بقى عندنا بقى اللي هو الستيرنج بوكس هنتكلم فيه باستفاضه، يعني ده اللي بقى الجزء الاهم في الستيرنج سيستم عموما، يعني دوت اللي هو الراك البينيوم بتاعنا اللي احنا كنا اتكلمنا عليه.
بيبقى ده الكيسنج اللي هو ايه ده الجزء اللي هو مثبته في العربيه. انا طبعا مش هقدر امسك الراك ده لو مسكته في العربيه، انا لو مسكته مش هتحرك. فانا بخليها زي كيس كده ليه كده مثلا زي ده الديزاين الاولاني اللي احنا عملناه في الاول. ده ديزاين والحمد لله. اخر حاجه بقى وصلنا لها انت مش هتعرف تمسك الراك ده كده من كده توصله في العربيه. فانت تعمل ايه؟ تعمل كيس هي بتمسك الراك والراك والبينين دول مع بعض توصلهم مع بعض عادي، وانت بتمسك الكيس نفسها وتوصلها في ثبتها في الشاسيه عندك الشاسيه عندك عادي. طبعا دي جوه كومبوننتس ثانيه لسه هنشوفها دلوقتي يعني اشرحها بالتفصيل اكتر قدام. لا دوس سيف. لا انا دلوقتي عايز امسك حاجه بتتحرك، هي دي المشكله. انا عندي راك بيتحرك مش بيتحرك، امسكه ازاي واثبته في الشاسيه؟ هنتكلم فيها بتوصلها خطوه خطوه. ده التايلود، ده التايلود اللي احنا اتكلمنا عليه هو الجزء الاول ثاني دوت. حد يعرف يعني ايه التيش او الاستاد؟ الاستاد ده اللي هو يعني حاجه الغوص بلا غوص، او ممكن انت على حسب الديزاين بتاعها. بعمل كده عشان احط في الاخر بتاعها الواد ان بس، وعلى حسب طولها يعني حسب طولها. وكمان بتديني الاستابيليتي ان لو اي حاجه اتغيرت في الحقيقه في مقاس العربيه وانا بركب اقص منها هي، يعني هي مش هتزعلني. ده اللي الوضع اللي شفت اشكلها تمام. الفكره ان انا بمسكها مثلا من هنا، دي الميل ودي الفيميل. فانا مثلا بمسكها من الجزء دوت، يبقى الجزء عندي ده زي كوره كده فاضيه من جوه زي ما شايفين هنا كده لقيت مثلا. فانا بدخل فيها مثلا زي مسمار وادخله مثلا في براكت تاني زي حرف يو. فانا في نفس الوقت الرود ده يروح يمين مش هيشد، لو راح يمين او شمال اه هيشد معايا. ودي في نفس الوقت دي الميل تمام كده. كل فعلا حد بصله كده ده بقى الابرايت اللي احنا بنقول عليه بيمسك العجله نفسها. ده من اهم البارتات في تقريبا في العربيه كلها، لان كميه السيستمز المحطوطه عليه وكميه الاستريس اللي عليه. يعني تعالى نعرف كده ببساطه. اول ده بتاع ديزاين اول سنه هنا ما كانش فيه سسبنشن اللي كان بيسال على التايور، فكنت ماسكه المطار من هنا بلف حواليه بس. شفت الدنيا كانت جميله ازاي وانا بلف حواليه خلاص. ايه السيستمز اللي كونكتد هنا؟ دي القاعده بتاعت البريكس. يبقى البريكس ده اللينك بتاع السبير، هنا التثبيته بتاعت الشاسيه، هنا بيتوصل بالعجله والويل اسمبلي. فالفورت ده كان اول سنه احنا كنا عاملين حديد كان حوالي 6 7 كيلو، حاجه متخلفه موجود لسه في الورشه لو حد حابب يشوفه. السنه اللي بعدها كان لا قلنا هننزل وزن النص وهيشيل اكتر، وكمان كان سسبنشن خليناها الومنيوم بدل حديد بثيكنس 8 مللي. ده السسبنشن دي البوينتس بتاعت السسبنشن، وده الستيرنج وده الويل، واللي ورا كان الكاليبر ووفر لنا وزنه جدا وصغرنا وزنه وعملنا عليه ستريس اناليسيز واستحمل الوزن اللي احنا كنا حاطينه عليه. فدي من الحاجات اللي انت بتقعد تطور فيها يعني واحده بالثانيه. الكالكوليشن دي بقى دلوقتي اللي هو النظام الاكمن سيستم اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي. فزي ما قلنا ان كل في مثلا انا وانا بلف في مثلا في كورنر معين، فالكورنر ده يعتبر زي دي ريدجز. فانا عايز اخلي كل عجله اللي في نفس بتلف على نفس الريدجز بتاع على دايره واحده اللي هي ليها سنتر احنا عارفينه بتاع اللي هو اللي كنا احنا عارفينه دوت. فدلوقتي انا لما احرك دوت عايز احسب الانجل اللي هي العجله اللي في الانر كورنر دي الانجل بتاعتها كام، اللي هي ماليه بانجل كام. وفي نفس الوقت عايز اعرف برضه الانجل اللي تبقى في الاوتر ويل ده في الكورنر، عشان في نفس يعني في التوتال في النهايه كلهم بيكون بيلف حوالين السنتر واحده اللي هي السنتر اسمها انستنتينيوس سنتر اللي هي السنتر بتاعت الكورنر نفسه. يبقى كل العجل بيلف حوالين سنتر واحده تمام. فنبدا اول حاجه ان احنا عايزين طبعا اللي هو الويل بيس اللي هو مسافه من سنتر العجله اللي ورا للعجله اللي قدام. ده اول حاجه. ثاني حاجه عندنا اللي هو التراك ويدث اللي هو المسافه من اي العجله اللي ورا والعجله ان العجلتين كده بنقيس المسافه دي اسمها التراك ويدث تمام كده تمام. دلوقتي انا عايز اعرف الانر ستيرنج انجل بتاعت العجله اللي في الانر كورنر من جوه. يعني مثلا لما بلف يمين اللي هي اسمها الانر دي الاوتر، دي المفروض انها بتلف يعني بانجل اكبر من اللي هي ايه اللي في الاوتر، عشان هي ايه يعني مثلا لو جينا نرسم مثلا كده يلا
هنا الانبوت اللي معايا لحد ما يوصل هي الار الريديوس اللي انا بلف حواليه اللي انا عايز احسبه الانجل الانر يعني اللي انا عشان الف حوالين ده العجله اللي جوه هتلف بانجل كام والعجله اللي بره هتلف بانجل كام اللي هي الجاما اي وجاما نون الجاما هنا وجاما اوت تمام بيبقى معايا الار وهي دي الايكويشن الايكويشن هي الانبوت اللي فيها البي والانر طول وعرض العربيه منهم بس اقدر احدد الانجلز اللي انا والاوتر بتاعها هو ده ايه الايه البي اللي هو الديستنس اوف سنترز اوف ماتريكس اللي هو التراك ويدث اللي هو ده ايوه اهو ادي البي وادي ال طب هو ما كل واحد بقى كل يعني بص هو الفرق ما بين البي والتراك ويدث ايه بقى التراك ويدث المسافه من سنتر العجله لسنتر العجله انما البي المسافه من السنتر اللي بلف حواليه للسنتر اللي بلف حواليه خدت بالك من الفرق بس لان المشكلتين اللي هما في السنتر انما ال هي البي زي ما بتغيرش تمام دلوقتي نخش سنتر معينه احنا المفروض ان انا بلف حواليها دي السنتر دي السنتر دي بتبقى ممكن يكون العجله كلها بتلف حواليها كان لو انا بلف كده كل واحد بيلف حوالين سيركل واحده بس في الاخر ان هما بيلفوا حوالين سنتر واحد سنتر جي فانا عايز احسب مثلا الانجل اللي بيعملها الانر وين تبقى مختلفه عن اللي بيعملها الاوتر وين فانا عشان احسب مثلا بتاعت الانر وين مثلا بيبقى عندي القانون اهوت في الانر ستيرنج انجل ديت بحسبها عن طريق ان هو في فري رود وداي الثيتا الانر ماينس وداي الثيتا الاوتر بتساوي اللي هو البي اللي هو ايه احنا اللي هو الديستانس ما بين الجوينتس اللي بيلف حواليهم على الويل بيز اللي هو ال بتاعي تمام انا هجيب واحد كلها بالتفصيل فيعني اول عايزين مثلا الانر الاول مثلا يبقى عندي اللي هو كمان اللي هو التان انفرس ال على الار ماينس البي دي كده ثيتا اي بس يعني بعد ما بصيت على الايكويشن اللي فوق دي هيبقى ثيتا اي تان انفرس ال على ار ماينس البي طبعا كل واحده اظن معروفه والاوتر بتبقى تان انفرس ال على ار طب هو معلش انا عارف لا براحتك انا بحب الاسئله كده بس هو التيرنينج جيريس بيقولي في الوقت لا هو بيقول لك انا عايز اكمل عربيه ماكسيمم يعني اقل الدايمتر تلف حواليها 3 متر اقل الراديوس تلف حواليها 3 متر طب لو ما قالكش يبقى هتضرب صوره التراك بتاع المسابقه فانت تشوف اقل راديوس في المسابقه وتاخده تحت تشتغل منه من ديزاين فور ورست يعني دي احنا شرحناها من شويه صح فاكرينها اللي قلنا الدراج الانجل دي بنجيبها منين لو الانجل بتاع الدراج لينك بنجيبه منين اللي هو نص العربيه تان انفرس صح فاكرينه صح ده الاكريمنت دي الاكريمنت انجل اسمها الاكريمنت انجل دلوقتي هنتكلم عن حاجه في الستيرنج ده صح اللي هو اسمها البامب رول ستير ده طبعا احنا دلوقتي عارفين انها فيها سسبنشن تمام فالعربيه طبعا السسبنشن بتصنع بيخلي مثلا العربيه تنزل وتطلع على مثلا في حسب المدرب او حاجه فده بيأثر عليا انا كستيرنج بيأثر عليا ازاي؟ ان انا مثلا لو العربيه مثلا انا دلوقتي فوقين دلوقتي كان حاجه اسمها احنا قلنا عليها الاي ارمز لو حد فاكرها مثلا لو العجله ايه؟ دي قلنا عليها اسمها الاي ارمز المسار طبعا انا بسسبنشن كده من فوق هنا مثلا كده بتوصل العربيه انا دلوقتي مش عارف السسبنشن دي حاسه فين بس انا بسرعه جزء مثلا من التعميل بتاع الستيرنج فانا دلوقتي مثلا ده الباي رود بتاعي ده الراك ونفس الفكره تبقى هناك الناحيه الثانيه فايه اللي يحصل دلوقتي انا الباي رود ده دلوقتي لما العربيه تنزل بوزنها تنزل تحت عشان معايا السسبنشن مسافه كده فايه اللي يحصل الباي رود ده ممكن هو نازل مش هو عشان هو يكون ثابت لما ده ينزل هيروح يعمل ايه؟ التيرويد ده بالتالي هيزق العجله مش هيخليها بقى تلف خليها زي كده تفتح على الارض دي ازاي ولا ايه؟ نفتح شغل اللي هو تشرح حاجه اسمها البامب رول ستير دي مشكله بتبقى بين السسبنشن والستيرنج اللي هي بتحصل ان ايه
لما العربيه بتدوس فرامل العجل بيروح قافل على جوه، او لما الراجل او السيرفيس دي بتبدا تفتح. سبحان الله. ده طالع من الاول. So here is the standard Lego double windows. ده بيفرق في طول التاير، البارامتر الوحيد اللي بغير فيه هو التاير. شوفوا بقى لما بيتغير ايه اللي بيحصل. وكمان ده عشان الناس فاهمة، ده الـ ARMS بتاعت الـ Suspension System اللي هي ماسكة الـ الرايت بالشاسيه. تمام، عشان انا الرايت بتاعت عشان الدولة كده اسمهم الـ ARMS لو حد كان حاطط في الـ Suspension بتاعته. تمام، وده ده التيار بتاعي اللي انا مسؤول عن الستيرنج. فده بقى نشوف هيعمل ايه لما العربية تنزل او تطلع لفوق. كده ما فيش تو ار العربيه بتدوس لما تسويتش الحساب. بحيث ان هو ما يعملش مشكله زي دي. والسسبنشن هو البوينتس بتاعت الكيماتيك بوينت بتاعت السسبنشن. ما عشان زي كده دلوقتي احسن ان تبقى احسن حاجه ما تعملش اي حاجه زي في اول الفيديو كده. دي من الحاجات اللي بستنى السسبنشن فيها. تمام، الجزء ده العكس لما بيصغرهم اصغر من مقاس معين بيعمل جوه. فاحنا زي ما قلنا ان في مشكلتين اساسيين بيسببوا اللي هو البامب والرول ستير دوت. اول حاجه ان انا بحاول على قد ما اقدر الرفيس ولا انا اتفضل حسين السوري دي كده دوت اليارمس اللي هو السسبنشن اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام، وده حاجه اسمها الكينج بين اكسس. ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في السسبنشن، هو ده برده ده يعتبر ده الاكس اللي العجله لما بتيجي تلف وانا بستير بيها يمين وشمال هي مش بتلف كده يعني اكس يعني كده بتلف حوالين الاكس دوت. حتى لو حد بص على العربيه مثلا لما العربيه مثلا في الشارع ولا حاجه وجيت خليت تلف الدكسيون على الاخر هتلاقي في الاخر العجله بدات تميل انها بتلف على الاكس اصلا اوريدي هو عامل شكلها مايل ازاي. انما لو الاكس مثلا كان واقف عدل كده هتلاقي العجله بتلف يعني واقفه كده مثلا يعني كده تلف يمين كده كده عادي. انما لو بدات بقى تلف على الاكس مايل كده تلاقي بقى لو حد بص على العربيه في الشارع مثلا حاجه تلاقي بقى تاخد انجل في اخر المره يعني انت تلف الدكسيون تلاقي بقى تاخد انجل معاك. فاحنا عشان نحل المشكله دي فيعني التيرور بتاعنا هو ده التيرور بتاعنا. فاحنا بنحاول نخلي التيرور بتاعنا اللينس بتاعه يبقى واقف على الكينج بين اكسس متوصل النقطه دي. تمام، وفي نفس الوقت ما يعديش اللاين برده بتاع الانترسكشن بتاع الايه النقطه بتاعه اللي ارمس اللي مثبت في الشاسيه. فده الحاله الوحيده اللي هو ده الحل البيرفكت اللي تخلي لما انا ادوس على السسبنشن العربيه تحت
وبدا مثلا كنا الحاجه تلاقي العجل زي ما هي ما حصلش فيها اي مشكله. سسبنشن يعني انا كديزاين انا الفكره كلها عن الديزاين عشان عندي راك وطيار اثنين طيار احدد طول الراك والطيار ازاي من الحوار ده لما السسبنشن بيخلص ويحدد البوينتس بتاعته بيبعتها لي وانا منه بحدد الطيار اليمين والشمال المسافه اللي فاضله بتبقى هي الايه الراك بتاعي. انا بحاول في نفس الوقت ان انا اول مشكله ان انا ايه السنتر بتاع التيران بتاعي دوت اول حاجه السنتر اللي هو فين ان هو مثلا ايه ده التيار بتاعي هم لو اخدت بالك ان الاي ارمز دايما بيبص على السنتر على اسمها انستنتينيوس سنتر ده في السسبنشن. انا المفروض بقى عشان احاول اتجنب المشكله بتاعت البامبر ستيل ان انا اخلي في نفس الوقت برده التيار بتاعي يبص على نفس السنتر بتاعتهم يبقى لما اجي اعمل هو طبعا ده التيار بس بتاعي بس هو اللي هيحدد لنا انا بقى بخط ايماجينري كده اكستنشن ليه كده وانا برسم ان هو ايه يبقى في نفس السنتر بتاعت مين اللي هي الانستنتينيوس سنتر بتاعت السسبنشن. طب انا لو بعمل عربيه ما فيهاش سسبنشن ايه؟ نعم؟ مش لازم يبقى ستريت. لا مش هو لازم يبقى دايما بيشاور على نفس السنتر بتاع الاي ار. لو انا بعمل عربيه زي احنا اول سنه ما عملنا من غير سسبنشن. حد ايه رايه؟ هو العربيه تطلع ايه؟ مش هتطلع وتبقى بالظبط فمش هيبقى عندي المشكله دي فمش هعمل حساب الحوار ده اصلا هحط الطول اللي انا عايزه بالظبط. خش على اول حاجه كان هو السنتر بتاعهم تمام؟ تاني نقطة اللي هو ايه طول التيارات نفسه بقى يفرق يعني انا في مثلا انا في الحتة انا مثلا انا خليت بص على الانستنتينيوس سنتر بس خليت مثلا طوله مش واقف على البوينت التو بوينتس دولت فاهمين الفكرة يعني ولا لا؟ يا اما البرا يا اما الروب لا مثلا انا مثلا خليته بص على الناس في الانستنتينيوس سنتر بس مثلا قصرته معلش او طولت نعم هو الاكسس الاثنين اكسس دول بتوعي دول ايه قبل ما يبقى لا دي انا بوصل انا خدت واحد من البوصل اللي بدايه ونهايه فوق واللي بدايه ونهايه تحت فانا بوصل البدايه دي بالبدايه دي اكسس انا برسمه اسمه كين بين اكسس يعني لو انا في السسبنشن والثاني بيبقى اللي هو ده الشاسيه انا لا الاكسس بتاع الشاسيه فدي حاجه بتبقى سسبنشن انت في الاخر اللي هيجي لك هو نفس الرسمه دي من السسبنشن بس من غير اللينك بتاع الطيار انت بس هتحط الخط ده واخد مقاسك منه وتروح تنفذه الحاجه بس انا فاهم الفكره ان انا عملت مثلا مش على نفس السنتر ديت تمام بس مش نفس الطول ده يعني مثلا خليته من هنا لغايه هنا مثلا ووصلت له باي اكستنشن تاني حتى ايه حتى ما اوصل الابرايت هيحصل برضه نفس المشكله ان هو التيار ده بقى طوله قصير فمثلا برضه لما يطلع على يطلع لفوق هيقدر يسحب العجلتين يعمل لهم حاجه اسمها تو ان ان هم يخلي العجلتين وايه باصين لقدام كده بص لو العربيه قدام كده هيخلوا يسحب العجلتين يسحبهم كده طب لو طولته زياده عن طولت على النقطه دي برضه لفت قدام هاجي برضه نفس الحكايه هتحصل هيحصل برضه ايه هيفتح التو اوت تاني تمام. دلوقتي بقى المفروض ان انا عايز احسب ان السواق اللي احنا قلنا طبعا السيستم بتاعنا هيبقى مانوال يعني الجهد اللي هيحصلوه عشان احرك العجل ده يمين وشمال هيبقى هو الجهد اللي بيعمل السواق بيديه على الستيرنج ويل. فطبعا انا عايز احسب الفورس ده المفروض يعمل قد ايه عشان ما احطلوش مثلا فورس زياده هو ما يقدرش يحرك مثلا الستيرنج ده يمين وشمال تمام. فاحنا دلوقتي عندنا العربيه الانجل مثلا العجله ايه تمام فده حاجه اسمها الكونتاكت باتش. الكونتاكت باتش اللي هي مثلا العجله تبقى واقفه على الارض الجزء الوحيد اللي لامس الارض فيها هو الدايره اللي انت شايفينها دي تمام. فانا دلوقتي عايز احسب ان انا لما اجي الف العجله يعني المفروض مثلا في النفطات دي في الاول بتلف حوالين السنتر اللي في نص الدايره ده تروح يمين وشمال فبتعمل ايه اللي بيحصل فالدايره دي كلها حرفيا بتعمل فريكشن على الارض بتعمل ايه على حوالين بتلف حوالين الايه السنتر دي بس الحقيقه مش ده اللي بيحصل يعني احنا قلنا العجله بتلف حوالين نفسها هي بتلف حوالين حاجه اسمها اللي هو الكين بين اكسس اللي هو ده فاكرينه ولا ايه تمام. فانا في لحظه المومنت اللي ان العجله بتلف الدايره دي كلها بتلف حوالين النقطه اللي هي الايه الكينج بين الكينج بين اكسس دوت فانا بحسب المومنت دوت ازاي بالرول اللي هي عندنا هي ايه اللي هي المومنت تساوي ميو في الدبليو في الاتش ميو دي ايه ميو دي اللي هي الكوفيشن بتاع الفريكشن بتاع مين بتاع الكاوتش نفسه دي حاجه بتبقى يعني المفروض اللي هو اللي بيصنع الكاوتش هو بيديك الانفورميشن دي. تاني حاجه عندنا الويت اللي هو النورمال ويت على العجله فكل عجله طبعا مثلا لو وزن العربيه 260 على حسب ما انا موزع الوزن العربيه ازاي فمثلا الوزن مثلا لو العربيه مثلا 200 كيلو فهسيب مثلا ان احنا موزعينها
ايكوال مثلا كل عجله عشان 50 كيلو. في الاتش ده اللي هو مين؟ المسافه بين السنتر بتاع العجله تمام للكينج اللي هو الايه؟ للكينج بين عكس اللي انا بلف حواليه اصلا. دي اللي هي مومنت. مومنت بلف. انا هوايتي كل اللي انا بعمله عايز اعرف السواق اللي هيسوق العربيه هو هيبذل فورس قد ايه، عايز اقلل الاكزيرتد فورس اللي هيبذلها عشان يقدر يحرك العربيه. فببدا احسب اصلا الكاوتش طالع له فورس كام عشان ازود المومنت او ازود طول المسافه. فطبعا زي مثلا الكويك، الكويك كل ما كان دراعه اطول بيديني ان انا بفورس اقل اقدر ارفع وزن زي العربيه. فانا ببقى عايز اعرف المومنت اللي هو محتاجه عشان اقدر احققه، فالسواق يسوق العربيه تلاقيها انا عم ما يمكن معاه، بما اننا مانيوال مش الكتريك ولا هيدروليك يعني. بس انا بحسب حاجه اسمها ام كي بي اللي هي المومنت. المومنت حوالين كي بي قصده بقى كينج بين اكسس، يعني المومنت حوالين كينج بين اكسس. فريكشن بتاع الماده اللي انا الكوتش انا جايبه. بعرفه من الداتا شيت بتاع الكوتش اللي انا بشتريه. تمام. طب حد يقول لي الاتش هيجيبها ازاي؟ بنجيبها من اللي هو الروت الاي سكوير بس سكوير. الاي سكوير اللي هي مين؟ الاي سكوير اللي هي اللي هو التاير ويدث اللي هو الويدث بتاع العجله نفسه. تمام؟ هو ايه؟ التاير ويدث اللي هو العجله مثلا ممكن تصير مخانة. طب ليه ما جمعناهمش على طول على بعض؟ ان هو زي ما قال انا مش بلف حوالين اكسس عدل، انا بلف حوالين اكسس مايل. في مثلث مرسوم. فالمثلث ده انا بجمع الاي سكوير زائد الكي سكوير بجيب الايه؟ الهايبوتنس بتاعته. والكي دي برضه اللي هي كان كل حاجه ثاني كي سكوير اللي هي بتساوي البي سكوير على ايه؟ البي سكوير اللي هو الديامتر العجله. الديامتر اللي انا لو بصيت لها بالسايد فيو يعني انا جبت العجله كده بي سكوير اللي هو البي اللي هو الديامتر العجله. مش بالريم بس كل الكاوتش كله بيعمل سكوير على 80. ده اللي هي المومنت فينيشن. ده تبسيط طريقه ثانيه، اصل دي كلها مشكله جيومتري. فاي سكوير واي نود واي دي حاجه عشان يجيب الديستنس دي. هو كتبسيط عملوها على طول بالدايمتر على 8. المسافه دي حوالي ثمن ثمن الدايمتر. دي برضه حاجه ثانيه اللي هي البولر مومنت فينيشن على الايه اللي هي بتاعت الايه اللي هي كنت اتفاتش اللي احنا قلنا عليها دي. طبعا احنا مش احنا في انا واحد بحل مثلا الحاجه دي انا مش مهم معايا الروت جت منين. انا المهم في الاخر انا عارف ان الكي سكوير بتساوي لي مثلا الفاينل روت في الاخر ليه الكي سكوير على ايه. انا لو انا بحسب مش هقدر احسب كل ده. انا كل اللي هحسبه في الاخر ليه ايه؟ كي سكوير بتساوي معايا الجندر على الريت. تمام كده؟ كل فاهم؟ بس برضه هو السنتر اللي بيلف حوالين العجله ده ازاي برضه ما هيحسبه تاني؟ زي ايه؟ زي ما لا ما عايز الاكس ده اللي بيبقى عامل جاي مستسبنشن بار. بتيجي مستسبنشن هو اللي بيقول لي هو فين؟ بيقول لك ان الاكسس اللي انت بتلف حواليه او الكينج بين اكسس اهو وانت بتشتغل عليه. طب هو ده بيقول ايه؟ ده بيقول 50 كيلو مش عارف ده مش العقل. احنا الوزن العربيه متقسم على اربع عجلات. نعتبر ان العربيه نعتبر ان هي متقسمه بالتساوي. فالويت ده مثلا لو هي 200 كيلو ف 50 كيلو بالظبط. المومنت اللي بيبقى نحسبه في الاخر ده لو عايزين نقلله نقلله على ايه؟ انت الاول انت كده الاول وزن العربيه معاك ثابت. لو خدت بالك كل البارامترز اللي لنا جيومتريك بارامتر لحد دلوقتي وزن العربيه اللي انا عارفه اتش لسه بقى انا بحسبه وعلى اساس بقى بطول اللينك بطول الدركسيون بطول التايرات بطول الراك. كل الحاجات دي بتعمل مومنت بتخلي الموضوع اسهل يعني بتخلي الفورس عندي اسهل. هنكمل بقى الكالكوليشنز هتفهمي في الاخر انا بوصل ليه. بس الفكره ان انا اطلع الفورس على الهيومن اقل ما يمكن. الانسان هيبذلها جوه الكوكبيت اقل ما يمكن. يعني المفروض ان انا اطلعها من اكثر اي انا بقللها على قد ما اقدر. اقللها بقى ازاي؟ مثلا ابسط حاجه ابسط حاجه مثلا انت دلوقتي عايزه تلف العجل صح؟ انا دلوقتي دي انا الكوتش سايد فيو يعني اعتبروني الكوتش. انا لو جيت عايز الف وزقتيني من هنا هلف هرجع لورا. طب لو زقتيني من هنا هلف بس بصعوبه شويه. طب لو زقتيني من هنا اسهل. طب لو طولنا اللينك كده قوي وزقتيني اسهل. فبتقللي الفورس مجهود اقل هلف. فابسط حاجه ان انا اطول الدراج لينك قللت الهيومن فورس على طول. حلول من النوع ده بقى. بس كمل تمام كده. تمام. في حاجه دلوقتي حاجه اسمها التوتال سيلف الايننج مومنت تورك. يعني دلوقتي انا العجله دي لما لفيت الديكسين ده مثلا على عكس حاجه على اليمين مثلا وانا خدت كورنر. لو حد مثلا لو جرب يسوق عربيه قبل كده ولف نفسه على الاخر ودخل كورنر وساب الدريكسيون ايه اللي بيحصل؟ بيرجع تاني لوحده. ده بيجي عن طريق بيحصل عشان ايه؟ بسبب اللي هو التوتال سيلف الايننج تورك دوت.
ده بيعمل ازاي؟ ده في حاجه اسمها كاستر انجل، لو كان حد في السزونش برضو ده بتاع السزونش برضو اللي بينتهي تمام. ده هو لو ده بيجي من اكسس بس ان ده السايد فيو بتاعه تمام. ان هو بيجي من اكسس ده برضو عشان تفهمين برضو، هو مايل عن في السايد فيو ومايل في الايه في الفرونت فيو. ان هو حرفين اكس مش في، لا مش بلين، لا في الفرونت ولا في السايد، هو بلين في 3 دي في 3 دي عموما. يجي مشكله كايناماتيك تاني في السستنشن، الموضوع ده بيبقى قصه ثانيه خالص. لا يعني عشان نخش في التفصيله اللي فعلا مكتوبه جامد حاليا، بس الاخر هو بيطلع لي ان في اكسس كده مايل من السايد فيو اللي فات كان من الفرونت فيو، ده اكسس ثاني مايل من السايد فيو بيعمل لي حاجه اسمها ميكانيكال تيل. الميكانيكال تيل دي المسافه اللي بتعمل المومنت اللي بتخلي العجله ترجع مكانها بعد ما هاخد يتر بالتوتال سيلف الايننج مومنت يعني. فده انا برضو باخدها جاهزه من السسبنشن، انا كبير ما بغيرش نفسي فيها، بقول له اديني الكاستر انجل بتاعتك او اديني الجراف السايد فيو بتاع العجله بتاعتك بيديني المنظر ده. فبروح من الكاد بعرف الميكانيكال تيل ده مسافته قد ايه او التوتال تيل مسافته قد ايه، وبحطه في الايكويشن بتاعتي على طول. تمام. الماس ده اللي هو الوزن برضو على العجله تمام، الاي واي دي الاري بتاعت الكونتاكت باتش اللي احنا عملنا الدايره اللي هي كنا في السايد بتاعت فاكرينها ولا ايه؟ تمام. الاري بتاعتها ايه؟ لا هي السيركل دي قدامك الاري بتاعتها تمام. في الاله ده حسب بقى ايه السي بتاعي، زي ما قلنا بيبقى مثلا في مكان معين في عربيه، ممكن لو عربيتي مثلا متوزعه 50 50 يعني مثلا السي جي ده في نص العربيه بالظبط، فده يخلي مثلا ايه بقسم بقيس المسافه ما بين السنتر جرافيتي بالنسبه مثلا للسنتر بتاع اي عجله من الاثنين تمام. فانا بقسمهم فهنا مثلا متقسمه مثلا ايه 60 40 يعني مثلا ورا 60% من وزن العربيه مرمي ورا ورا، وهنا 40% من فين؟ قدام. فانا بحسب مثلا المسافه من السنتر جرافيتي لايه؟ للعكس العربيه اللي ورا. اللي هي في غلطه يا مهندس دلوقتي ايه؟ انا التوتال سيلف الايننج مومنت بحسبه ازاي عشان في حاجات غلط غلط معلش عدلها بسرعه. انا هجيب المومنت اقلها من هنا تمام؟ ايه الفورسز اللي عندي؟ واحد وعكسها اثنين. فاكرين بعملها ازاي؟ بجيب المومنت اراوند بوينت، فبعمل ايه؟ بضرب الفورس في الديستنس. دي فورس اللي هي الماس في اللاترال اكسلريشن مش في الاريا بتاعت كونتاكت باتش. الماس بتاعت العربيه في اللاترال اكسلريشن، العربيه وهي بتلف غير الفورس اللي بتمشيها قدام، في فورس بتزقها ترجعها على حسب ده اللاترال اكسلريشن خدناه اكيد في الدايناميك، وانا بلف اللاترال اكسلريشن بيحاول يرجعني او يزقني زي طرد مركزي تمام. ده بحسبه ازاي؟ الاي واي ده بيساوي السرعه اللي انا داخل بيها تربيع على جي على الجي اللي هي الجرافيتيشنال فورس في الراديوس اللي انا بلف حواليه. ده كده القانون بتاع اللاترال اكسلريشن. بضربه في الماس بتاع العربيه كلها في الديستنس دي في ال2، هلاقي القانون ام اي واي ال2 بيساوي ايه؟ ده كده بيساوي الفورس دي اللي هي الفورس التوتال اللي هترجع الكاوتش المكان في الديستنس دي كلها في ال، فلاقي ان اف واي اف في ال بتساوي ام اي واي ال سكوير، فانا عايز اجيب اف واي اف بس فبقسم على ال. واضحه؟ تمام. يعني ال فوق غير ال تحت، دي ال 2 مش ال مش الفور من المومنت فورس اوف ديستنس، فورس في ديستنس ايكوال فورس في ديستنس، فدي ال ودي ال 2. تمام. طب وانا عندي سؤال تعالى دلوقتي التوتال سيلف الايننج تول كده بيحصل لما انا بسيب الدريكسيون؟ اه هو اساسا السواق بيسيب الدريكسيون؟ انا ولادي صح السؤال اصلا يعني لا بس انت هاندلنج اعلى يعني انت المفروض تروح عامل كده تروح راجع عادل كده لا طبعا انت عايز العربيه بص انت بتديزاين عربيه بتساعدك انت بتديزاين تول بتساعدك انك تحقق هاندلنج ايه اللي هيفرق ما بينك وما بين السواق اللي جنبك انت واحد بتجري بجسمك فانت عارف طول رجلك وحركاتك وعارف جسمك هيتجاوب معاك ازاي على عكس حد تخين شويه لا عارف جسمه ازاي على عكس حد رفيع نفس الكلام انت العربيه بتاعتك تول عايزه تساعدك بكل ما يمكن ان هي ايه اللي هيخليني اروح اشتري عربيه اقول لا دي عربيه سبور وشبابي بدل ما اروح اشتري مثلا فيرتشنر العربيه الكبيره فشخ دي ليه؟ ما هي دي هتبقى صعبه جدا في اللفات ممكن تتقلب مني على عكس الثانيه لا فدي طول انت بتبسط فطبعا لما العربيه تاخد ملف وترجع معاك هتبقى اسهل عشان تقول لك اهو رجعتك روح فكر في الحركه التالته فانت بالديزاين تول بتساعدك يعني فاهم؟ الفورس دي مش موجوده على طول مثلا تعمل لي ريزيستنس ولا بلف لا هي ملف لا هي بترجعك لا هي توتال سيلف الايننج ان هي بترجع العربيه على الروت بتاعها الحقيقي بس انما شفت حد يسوق عامل كده رح يرجع عادلها طب لو سبت ايديا وانا بلف العربيه تروح داخله في الرصيف
انا عايز افكر يعني كل ما انا ابطل تفكير في العربيه وابقى مركز في السباق كده العربيه بتاعتي جنبي. انما داخل العربيه فيها مشكله لا انا هقعد بقى افكر فيها فاهم. بس ابقى مسطين الفرصه دي بتيجي منين ولا الايه الفرصه دي بتيجي يعني انت دلوقتي لو انت بتلف لو انا مسكت البخيت اسف يعني تفهميش غلط مسكت الموبايل بخيت وقعدت الف فالخيط عايز الموبايل عايز يعمل ايه عايز يروح ايه اللي منعه الخيط بس نفس الفكره ما بين الارض فانت فورس الموتور واللاترال اكسليشن قاعد بتحاول تلف حوالين السيركل ده بقى اللي بيصعب مثلا حاجه زي الناس اللي بتاخد غرز الموضوع ده مرعب جدا ليه لان انا كل ما باخد غرز انا بعمل ايه اكشلي انا مثلا باخد غرزه كده انا بغير السنتر اللي انا بلف حواليه النو تايم لو حصل التوجل اللي انا كنت بقول لك عليه من شويه ده هتلعب بيها على طول صحفت منك خيشت لبست على طول فدي من الحاجات المرعبه فعشان كده لا انت ما دام بتلف حوالين السنتر وعزم الموتور جايبك انك تلف حوالين السنتر ده فهو ده اللي ماسكك لو اتقطع او غيرت السنتر بتاعك في اي لحظه او حصل مشكله في الموتور العربيه طبيعي هتلاقي السلامه صح على طول بس ده بقى المومنت يعني مثلا السواق طبعا اكيد مثلا بيعمل مثلا مومنت معين عند الستيرنج ويل تمام ف بيعمل مومنت عند الستيرنج ويل تمام فطبعا مش هو نفس المومنت اللي بيحصل عند ايه عند الكوتش تحت ان في جير طبعا في جير مثلا يا اما بيعلي مثلا بيقلل المومنت اللي بيحصل من السواق بتاعته بتقول عليه عشان اقلل المومنت فبقى اطول الدي عشان ابدا ازق من الكتف ابعد طيب الفوق المومنت اعلى فالفورس اقل احس بابسط وانا بزق العجل بتاعي بس ده كان كاينماتيك شيب كده من الحاجات اللي انت بتعملها كاينماتيك في الستيرنج وانت بترسم تبدا ترسم شكله كليس وتقعد تحركها في السوليد بوكس وتتاكد مفيش حاجه بتخبط في الثانيه الكلام ده كله الكاينماتيك بتاعت الستيرنج بتبقى ابسط بكتير يعني فده الريتش اللي هو الاسود الازرق ده التايرد الدي ده الدراج لينك فطبعا على حسب طول الدراج لينك هعرف المومنت حوالين لي صح البدله بالاف اللي الراك بيديها اللي انا بعملها كانسان بحرك البنيان فالراك بيتحرك بنفس الفورس اللي انا بديها له والفورس اللي الانسان بيطلعها بتلاقوها على النت عادي في حاجات بتبقى فوكسلت قريبه من الانسان بيطلعها دي المسافه بتاعت الدراج لينك كوزاين بيتا اللي هي كوزاين الاكربن انجل او الستيرنج ارم انجل تمام على اساسها بعرف بقى الفورس اللي هتبقى على السواق اللي بيعملها ازاي طلعت كبيره قوي فاقللها بحيث ان انا اطول طلعت قليله وهكذا عايزين تاخدوا بريك ولا نكمل؟ احنا هنتكلم دلوقتي في الديزاين بتاع الستيرنج بوكس. تعبتوا تاخدوا بريك خمس دقايق ونكمل؟ خمس دقايق بس. ماشي يا عم. اعتقد في اهو. في مين كويك مين فاتح كويك او حاجة؟ كويك يعني ما خلاص احنا يعني مثلا نص ساعة كتير. ومثبت الحاجه صح عشان في حاجات لازم تبقى فيكسد لاقصى درجه بتتكلم في عربيه وبتجري فتخيل كده وانت بتلف فجاه تلاقي علبه الدريكسيون في ايديك فاللي هو يعني لماذا نحن هنا حرفيا فبس انا اول حاجه اتكلم عليها الماتيريالز اللي بختار منها الراكيس العلبه طبعا عايز اوفر بس فبستخدم الالمون العلبه اللي انا الخارجيه للستيرنج بوكس بتاعتي بتبقى الالمون تاني حاجة الجيرز، الجيرز بختارها من حاجة أشهر مادة يعني حاجة اسمها 42 كروميوم مانجانيز، اشمعنى بختارها من 42 كروميوم مانجانيز؟ مادة بتستحمل طبعًا بيحصل فريكشن عالي ما بتتاكلش الويرنج بتاعه قليل جدًا، ما بتتكسرش بسهولة، ما بتصديش بسهولة، فبتعتبر مادة ممتازة للتروس بستخدمها بيها، طب هي اللي بنستخدمها في السوق؟ لا، السوق بيستسهلوا شوية بيجيبوا مادة اسمها فري كوت، هي تقريبًا نفس المميزات ووزنها أقل كمان، فبتكون مناسبة جدًا للتروس يعني. واي بورت تاني بيبقى غالبا بيكون ستيل اي بورت تاني زي ايه اول حاجه نبدا بالراكن بي انت اول حاجه بتبدا تديزاين ان انت عايز الريشيو بتاعتك طبعا اكيد وانا بلف الدريكسيون في العربيه وقاعد جوه كده بلف مش كل خطوه بعملها الدريكسيون بيلف زيها يعني بلف العربيه ثلاث لفات ده العجل بيلف تحت ثلاث لفات لا بيبقى في حاجه اسمها الستيرنج ريشيو فانا كل مثلا 10 درجات الستيرنج بيلف قصاد درجه فالستيرنج ريشيو بتاعتي 10 1 او 3 1 او تبقى انت بتديزاينها ازاي فاول حاجه بتقسمها على كارت التروس بتاعتك مظبوطه والراك بتاعك مظبوط وده الشكل طبعا الشكل ده توتالي متعلق في الهواء مش هو ده اللي هيترك ماشي عايز بقى ابدا احط فيه كومبوننتس وديزاين عليه حاجات
عشان اقدر اركبه في السيستم بتاعي. اول حاجه الشفت اللي داخل في البينيون اللي هو ده اللي بيوصل من ناحيته هنا اليونيفرسال جوينت اللي رايحه للدركسيون، بيدخل هنا بدخله من خلال الكي ده بحطه جوه البينيون ويلوك عليه. تمام، فكده بقى البينيون والبينيون والشفت بتاعه حته واحده. اي سؤال نسال بقى. طيب لا يعني طبعا يعني ممكن تشتري حاجات من السوق، هتشتري حاجات بتاعت عربيه حقيقيه فطبعا بتبقى وزنها كبير جدا ومش هتلاقي حاجه مانيوال او نت بات ديزاين بنفسك. طبعا يعني اهو الكاد هو اللي احنا رسمناه واحنا عملناه حقيقي. كله بيصنع عندنا اللي بيصنعه. ايه؟ انت بتعمل زي كورس الدرونج العادي جدا، انت بترسم شكل الترس او بتحدد عدد السنان بتحسبها بقى ان انت مثلا كام سنه وبترسمه من موديول موجود في السوليد ووركس اللي انت عايز الترس عايزه بقى المايل ولا العدل او اين كان، وفي الاخر بتطلع له وركينج دروينج اللي احنا شغالين بيه العادي خالص اللي هو فيو سايد فيو توب فيو فرونت فيو، بتديه الخياطه بتتكلم بتديه الماتيريال وبتسقط هو بيتعامل بقى. معلش الجزء بس اللي هو بتاع الكي والبنيون تاني. ماشي، انت دلوقتي عندك شايف الشفت، شايف هنا مفتوحه من النص، انا همسكها منين؟ همسكها من شفت اكيد. انا عايز اوتبوت شفت او انبوت شفت اللي انا بحرك بيه السيستم. انا كده كده بحرك البينيون فبيزق الراك، فانا عندي شفت عايز ادخله هنا الف بيه ده فدي تلف تحرك ده. طيب لو دخلت شفت عدل روتيشن في روتيشن ممكن يسلب. فبنعمل الفتحه دي ونحط جواها كي حته بيسموه خبوه، بيضمن ان الاثنين دايما اندايركت كونتاكت مع بعض، بحيث لما الف البنيون لما الف الشفت البنيون يلف معايا. بعد كده انا عايز امسك الستيرنج الراك والبنيون، همسك حاجه بتتحرك؟ لا، بس ممكن احطها جوه حاجه ثابته وهي بتتحرك جواها وانا امسك الثابته دي. ده تعريف الجلب. من اقوى الكونديشنز او اكتر الحاجات اللي بتساعدنا في اي روتيشن موشن عايز امسكها الجلب دي. الجلب دي بتبقى معموله من النحاس، هي ماده النحاس بيبقى فريكشنلس، ان انا ماده كل ما انا بلف جواها حاجه او بحرك جواها حاجه ما بيتاكدش كتير، فعشان كده هو دايما اكتر ماده بستخدمها في اي حاجه روتيشن همسكها في شاسيه. فانا هاجي هحط السليف دي او الجلبه دي بالمنظر ده، هي هتتسبب في حاجه هنعرف لسه هتتسبب في ايه، بس هي فيكسد جواها راك بيتحرك وهي فيكسد. تمام، البنيون بيلف فالراك بيتحرك جواها، فكده حاجه بتتحرك وانا ماسكها من بره من حاجه ثابته. طيب ده كده بالنسبه للراك. طب بالنسبه للبنيون عايز نفس الكلام، احط عليه حاجه انا همسكه في راك كيس العلبه بتاعته هتبقى ثابته، فهروح لازقها في الترس زي ما هو والترس بيلف تكسرها؟ لا، بحط السبيسر ده لينك برده كده بيبقى نحاس نفس الكلام، هو من ناحيه بتاعت الترس بيلف بس هو مش بيتاكل عادي، ومن الناحيه الثانيه ثابت. طيب حاجه شبه بول بيرنج مثلا؟ لا ترس، ده حته هولو سلندر بسيطه جدا، الديزاين حرفيا هولو سلندر، سيركل جوه سيركل مفتوح بس بتأدي الغرض. تاني خطوه انا احط فوق الجسم بتاعي ده ركيس الكيس بتاعته، همسكه ازاي؟ ببيرنج، عشان البيرنج فيها طرف ثابت وطرف بيلف، فعشان الشفت بيلف ومن بره تبقى ثابته فماسكه في الكيس. تمام، فحطيت واحده من قدام على الشفت على طول خبطه في يعني ادي الترس السبيسر البيرنج، ومن ورا نفس الكلام حطيت البيرنج سبيسر صغيره جدا والبيرنج، فكده من جوه الترس بيلف والشفت جواه بيلف والبيرنج ثابتين والسبيسر ثابته اقدر احط عليها اي حاجه في السبيسر. ايه؟ تاني عادي. لا مش معلش خالص، يعني هو اسالي براحتك لان ده جزء ماشين ديزاين فعلا، يعني الناس بتدرسه سنين عشان تقدر توصل للديزاين زي ده. الترس دلوقتي بيلف والراك بيتحرك، سبتهم في الهواء هيقع. طيب الراك همسكه ازاي؟ بالسليف دي تبقى ثابته، ممكن لو انا مسكتها بايديا كده ممكن انا بزق الراك يتحرك. طيب خلاص، طب دي الترس بيلف، اي حاجه هتقرب منه هيكسرها، انا عايزه يلف يعني مفيش اي حاجه تعوق لف غير ان هو بيحرك الراك، احط له سبيسر من ورا ومن قدام جلبتين كده صغيرين بيلف من ناحيتهم ما بيتاكلوش وهما ثابتين. طيب بعد كده انا عايز اغطي ده بكيس، لما اغطيه همسك مش طبيعي هقفل على الشفط، ينفع اقفل على شفط وبيلف
فاحط البلي بحيث البلي الجنب اللي جوه بتلف مع الشفط والجنب اللي فوق ماسك في الكيس تمام ورا وقدام بعد الاسبيسر طيب دي البوكس بتاعي بقى خلاص انا عملت كده الدنيا جوه متحافظه وبتلف من غير اي حاجه رحت حطيت البوكس بتاعي ده من السليف اهو مقفش على السليف والبلي هتتحط هنا ومن ورا خلاص كده البوكس ده ثابت بس جوه ميكانيزم بيتحرك ما بيتخبطش ما انا محافظ الديزاين بتاعي مظبوط جدا ان ما بيحصلش اي حاجه ان هو يخبط في اي حاجه حواليه هو ده الجول ان انا اقدر امسك حاجه بتتحرك تفضل تتحرك من غير ما اضايقها وفي نفس الوقت انا ماسكها باربع مسامير في الشاسيه ما خلاص ما ينفعش دي تتحرك ولو حتى ملي هيفرق معايا اللي تتحرك بس هي الميكانيزم اللي جوه وهي ليها انبوت شافت بوصله بالدركسيون والاوتبوت بتاعها راك بوصله من الطيارات بتقعد تزق العربيه بتاعتك تتحرك يمين وشمال تمام بعد كده البينيون كفر او ده الوش بس الخارجي كده انا كنت مقسمه على مرحلتين ده وده كنت مركب دي عشان بتيجي في مرحله انت بتحتاج تشحم ده يعني مش هتخش عليه ناشف في ناشف كده تحط فبنكبسها بالشحم وبعد كده بنشيل الكفر ده نملاها شحم على قد ما نقدر ونقفل الكفر ده طيب ايه اللي يخلي كل الحاجات دي ماسكه في بعض لو سبتها ما تفكش انا ما ربطتش فيها ولا مسمار ببعض بنستخدم بقى حاجه اسمها التيله التيله دي او السيرك كليب دي تبقى سيرك كده بيبقى ليها حتى طول مخصوصه بتفتحها وتقفلها تبقى موجوده في ايه ما في صوره ثانيه مش باينه هي غالبا هي دي هي فكرتها كلها عباره عن ايه هي سيركل انا بروح مضيقها بطول معينه ادخلها في حته افتحها تروح فاتحه ماسكه كده بتكلمش تمام زي اللي فين هي بتتحط هنا بعمل هنا حاجه اسمها اندر كات حفره صغيره بتبات فيها لما بتتحط هنا بتمنع ان دي تتحرك من دي بتخلي دي ماسكه في دي دي ممكن لو نزلنا بعد ما نخلص ممكن انزل في العربيه تخليكم تشوفوها بعينيكم مش للاسف مش واضحه مش واضحه خالص وفي اهي اللي هو هي دي يعني ايه اللي يخلي الشفط ده بعد ما انا اسيبه ما يتزحلقش ويقع بعمل فيه حفره اندر كات صغيره ببين فيها التيله دي فبتلوك كده زي ان هي زي افيس كده بيخنقها ولا بيخليها تطلع ولا وافكها ازاي احط التول هنا افتح وتطلع اول ما اعمل كده كل الشفط ده يخرج يحصل ديس اسامبلي على طول فهي بدل المسامير وحاجه بتستخدم في الستيرنج وجميله جدا يعني تمام دي سيرك كليب ورا وقدام اهي انا عملت واحده هنا وواحده هنا الشاسع يعرف يلف برضه براحته من انا ماسك هو ده بيلف البوكس البوكس ما بيلفش طب اللي هنا نفس الكلام هتلاقي هي محطوطه على حاجات الفيكسد اللي ما بتلفش بتحافظ على التثبيت بس ده اللي احنا قلناه من شويه ده بقى الفيكسيشن نفس الكلام انا الدريكسيون ده ايه اللي هيحافظ ان الشفط ده واقف في الهواء كده ما هو ممكن اسيبه واقف همسكه في عمود بالشاسيه العواميد اللي نازله دي طب احطه دايركت في العمود؟ لا بحط الصفحه دي اللي هي الجلبه برده في النص بينهم عشان لما يلف ما يحصلش اي تاكل في الشاسيه بتاعي واحافظ عليه لحد ما تروح للستيرنج بوكس بتاعتي. ده الفيكسيشن من كذا بوينت اوف فيو في العربيه بتاعتنا بتاعت السنه اللي فاتت مش الاخر واحده دي اللي قبلها. بس وطبعا اخر حاجه خالص لما خلصنا النهارده عايزين تنزلوا تشوفوا العربيه برده وتشوفوا الموضوع ده اوضح. الديزاين فور اسامبلي انا وانا بديزاين اهم حاجه انا مش بديزاين حاجات وخلاص انا بفكر كويس قوي انا هركب الحاجات دي ازاي ده الديزاين اوف اسامبلي لان انا اقلل عدد البورتات وهتخيل نفسي الحاجات دي لما تبقى في ايديا كبورت هركبها ازاي ما اعرفش احط مسمار في مكان مش عارف اوصله بالمفك ده كده الديزاين شكله جامد ومش عارف ايه سبع عبيط انا عمري ما هعرف اركبه فلازم كويس قوي ابقى متخيل انا هركب الكلام ده ازاي وتاني حاجه ديزاين فور مانيفاكتشرنج ما تروحش ترسم بارت خيالي تحلم فيه وانت مش عارف انت ايه البروسيس اللي هتستخدمه احنا معظم البروسيس اللي بنستخدمها بتبقى حاجات ليزر لو انا هعمل حاجه 2 دي او ان انا هروح اعمل حاجه مانيفاكتشرنج خراطه تيرنينج فريزر الكلام ده كله زي التروس يعني حد لو مش عارف ان التروس بتتعمل لا بتتعمل ليها مكنه مخصوصه فنيجي مثلا سؤال سريع كده بارت تقولوا لي ممكن نعمله ازاي البارتين دول البارت اللي على الشمال ده عايز اعمله وهو يقول لكم تحت لما ننزل اعمله ازاي عايز اقتراحات اخر حاجه واخليكم قدام ممكن ميلينج ايه ميلينج ازاي يعني البارت ده اعمله كله يتحط مثلا يجي حته كده بركايه حديد او اي كان الماتيريال ايه السيكونس بتاعه وات ايفر مش انت تقول يعني عايز تعمله ماشين ان انا هروح اعمله ميلينج هقول لك شيء بقى او سي ان سي
ازاي شيت ميتال ده 3D؟ الجزء بالظبط اللي عايزين كملوا انتوا مش راجعين صح كملوا مين بيقول ايه؟ يعني ايه الجزء بالظبط اللي عايزين نعمل ماشين؟ انا عايز اعمل كل الفرد طلعوا لي في الحقيقة ممكن يجزها بس اللي فاكر في الدنيا منها يعني الكلمة ده مش هي الشرط عادي ماشي هو حاجة فعلا زي كده انا اقسم الفرد ده لاربع حاجات البليتة دي لوحدها هتتعمل 2D ليزر عادي خالص هيتقطع بالشكل اللي انا عايزه بيرفكت ولا هيبقى اي في مشكله واعمل فيها فيضان والبليتا دي ليزر والبليتا دي ليزر والشافت ده يتعمل تاني وفي الاخر اجمعهم على بعض الحلهم بقى على طول طيب ده في فكره زياده بس بسيطه نفس الكلام هتبقى الورا دي ليزر بورتات بس دي البراكتس دي ده حديد من التاني بيتعمل ازاي بيتعمل ليزر مفتوح وعند الراجل بيتنهولي 90 درجه عشان يطلع لي بالشكل ودي سبيسر عاديه حته ماتيريال بتعملها عشان حاجه في السسبنشن بس يعني اتمنى ما اكونش خنقتكم النهارده وتبقوا استفدتوا ننزل لو عايزين تشوفوا اي الكلام ده في الحقيقه في العربيه وبس والمفروض يوم الاحد هيكون في لاب هنعمل بس سريعا كده الكاينماتكس بتاعت ازاي بس بالديزاين كاينماتكس ليكس بسيطه جدا عشان احدد الاطوال بتاعتي ايه هو ده العربي بقول لك استنى هو اللي عارف ان هم لحد دلوقتي لسه ما بداوش اعتقد هيبقى فيه يعني بس انا يعني هعرف منهم انا هبعتهم دلوقتي واي حاجه اعرفها اقول لكم على طول في ناس بتسال عن المايك سبيكر هو المفروض ان يستنيك الموبايل ده نسيبه الموبايل ده نسيبه الموبايل ده اه صح يا اه انا دوب صح